اللعيب. بالتالي يا توفيق عايز اطمن من خلالك على استئناف التدريبات واستعدادات النادي الاهلي لمباراه طلائع الجيش، وابرز ملامح التدريبات النهارده، مين الحضور، هل اللعيبه الدوليه كمان الدوليين انضموا لتدريبات النادي الاهلي ولا لا، ميكيسوني اخباره ايه، طمنا بشكل عام يعني. بشكل عام يعني عاوز اقول لك اجواء اكثر من رائعه داخل ملعب مختار التتش هنا بالنادي الاهلي بالجزيره. يمكن اللاعبين الدوليين كلهم بالكامل مشاركين في مران اليوم، يمكن حاله فرحه شفناها كده، يمكن قفشه اول ما شاف الملعب يعني زي ما بقول لك تحس انه غايب عن الملعب بقاله فتره طويله. يعني قفشه بيقول انتوا وحشتوني، يعني اول كان رد فعل ليه اول ما دخل ملعب التتش قال الملعب وحشني وانتوا وحشتوني. يعني اللعيبه جايه متشوقه جدا لبدايه فتره الاعداد، كل لاعبي المنتخب الوطني بلا استثناء موجودين، حتى اكرم توفيق ظهر في ملعب مختار التتش النهارده ولكن مرتدي واقي الوجه للجهاز الطبي النادي الاهلي هنا. يعني كان لازم اللاعب يخش التمرينات بيه حفاظا على الاصابه المعرض ليها في الوجه، فكل اللاعبين بلا استثناء موجودين. يمكن المران كمان بدا بمحاضره من الجهاز الفني، سبقت المران بربع ساعه داخل غرف الملابس هنا، اتكلم فيها مستر موسيماني عن الفتره الجايه واهميتها، خاصه ان ده التدريب الاول في بدايه الاعداد للموسم الجديد اللي بيحضره كامل اللاعبين الدوليين والفريق بالكامل. اتكلم معاهم على المرحله الجايه ومتطلباتها. زي ما انت قلت يا امير، يمكن في مباراه بكره ان شاء الله، المباراه غدا في الخامسه مساء امام بتروجيت، ده تصريح من كابتن صلاح حفيظ، المباراه ان شاء الله بكره هتكون مع بتروجيت، بعد كده يبقى في تمرين بعدها بيومين، وفي مباراه وديه كمان مع المقاولون العرب يوم الخميس باذن الله، ومن بعدها الفريق هيسافر الاسكندريه استعدادا لمباراه طلائع الجيش في كاس السوبر. الفريق كمان مش هيرجع القاهره يا امير، لا هيفضل متواصل في معسكره في برج العرب بعد مباراه طلائع الجيش باذن الله، استعدادا لمباراه الكاس ان شاء الله المقرره ليوم 25 امام انبي في دور 16. فيمكن الاستعدادات شغاله بشكل اكثر من رائع، بدايه موسم ان شاء الله تكون مبشره جدا، اللاعبين ظاهرين كلهم بحاله اكثر من رائعه، كل الجميع هنا زي ما بقول لك يمكن حاله لهفه ان الرجوع لملعب التتش وسحره الخاص على كل لاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى انها تكون بدايه اكثر من رائعه، وان شاء الله خطه الاعداد او فتره الاعداد اللي حاططها الجهاز الفني تمشي بشكل اكثر من رائع. زي ما قلت مباراه قدام بتروجيت هو فريق في الدرجه الثانيه، لكن فريق من الفرق القويه جدا مع الجهاز الفني بقياده كابتن ربيع ياسين. كمان بعد كده ان شاء الله هيكون ماتش برده مع المقاولين احد فرق الدوري الممتاز، وفرقه برده مع كابتن عماد النحاس عامله شغل اكثر من رائع في المواسم السابقه. فان شاء الله يبقى الاعداد اكثر من رائع في معسكر زي ما قلت لك في اسكندريه ممتد لما بعد. ان شاء الله مباراه ايه ان شاء الله، وباذن الله في حاله ان شاء الله الصعود هيبقى الفريق هيعود للقاهره، خاصه انه هيروح السويس بعد كده. طيب اخيرا يا توفيق سريعا كمان عايز اطمن على حاله الصفقات الجديده من الجانب البدني ومدى جاهزيتهم للمرحله المقبله، وبالتحديد كمان اللعيبه الدوليه اللي انضموا بدايه من اليوم لتدريبات النادي الاهلي. يعني زي ما ذكرت في البدايه امير كل اللاعبين موجودين، ميكيسوني عارف انك سؤالك عنه بالتحديد موجود في المران، يمكن دخل بسرعه في وسط الفريق، اللاعبين نازلين ما تحسش انه لاعب غريب او لسه اول مران مع بقيه الفريق النهارده، لا حاله من الانسجام عاليه جدا بينه وبين اللاعبين، الامور اكثر من رائعه، حتى اللاعبين العائدين من الاعارات موجودين، عمار كمان، احمد عبد القادر، محمد عبد المنعم العائد من الاعاره من سموحه موجود، كل اللاعبين موجودين، ما فيش اي غيابات خالص، ما فيش بس الاستثناء الوحيد النهارده هو اجاييه بس اللي بيشتكي برده، اتكلمت مع الدكتور احمد ابو عبله بيشتكي بس من اجهاد في العضله الخلفيه، فقرر ان هو يريحه شويه من التدريب النهارده ويؤدي تمريناته في الجيم باذن الله. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للجميع يا محمد، انا بشكرك شكرا جزيلا.